يجب أن يطبق النموذج الغربي لحقوق المرأة على المجتمعات العربية. ونبدأ بتسجيل وجهة نظر على اليوتيوب. أنا اسمي فاطمة إمام، أنا رئيسة ورقة البحث في نظرة للدراسات النسوية ومن المجموعة المؤسسة لنظرة. وأنا عايز أتكلم في فكرة تطبيق النموذج الغربي للنسوية في العالم العربي، وهل ده هيكون الحل الأمثل لمشاكل النساء في العالم العربي ولا لا. أنا شايف إن الموضوع ده مش يعني دايما بيطرح بفكرة هل إن في نموذج واحد وأوحد لفكر النسوي اللي هو قائم على تحقيق حقوق المرأة ومطالبة بمساواتها وإن هي تتمكن إنها تحقق كل أهل يعني كل تطلعاتها في المجتمع ولا لأ. أنا شايف إن دي في مشكلة، لأن مي ماني كانت في كتابها مرة اللي هو الإسلام والنسوية كانت قالت إن كل مجتمع بينتج النسوية الخاصة بيه. فالمجتمعات الشرقية المجتمعات العربية قادرة إنها تنتج فكر نسوي قادر إن هو يواجه مشاكلها الخاصة اللي هي ليها بتشكل فيها خصوصية ثقافية. أنا عارفة إن في ناس كتير ممكن يكون عندهم مشاكل مع فكرة الخصوصية الثقافية، ولكن أنا شايفة إن في دايماً زي ما بتطرح الموجة الثالثة من النسوية إن يكون في فكر نابع من الأرض وقادر على حل مشاكل الستات. الاقتراح أو المحور يطرح تساؤلات أخرى من ضمن سؤال تطبيق النموذج الغربي. هل ما هو بديل؟ هل هناك بديل للنموذج الغربي؟ هل هناك بديل للنموذج الديني إن لم يكن الغربي؟ هل الحقوق أو القيم المساواة بين الرجل والمرأة هي تعتبر من المقومات الأساسية للربيع العربي؟ هل هي ثورات ضد أنظمة فقط وحريات عامة؟ لكن هل أيضا تحدثنا عن حقوق المرأة بشكل عام؟ وهل تعتبر هي من الملحقات في الربيع العربي أم هي من الظواهر الأساسية أو من القيم الأساسية للربيع العربي؟ فموضوع سنحاول أن نشق طريقنا فيه. أمير، هو أهم حاجة لازمنا الكل نفهموها نحن العرب، ممكن حال الوقت أن نثق وأن نحترم أنفسنا. لماذا أقول ذلك؟ لأننا أنا لا أفهم أننا لما نتحدث عن حقوق الإنسان نتحدث على مفهوم غربي. حقوق الإنسان هو مفهوم شامل، عرب، هند، غرب إلى آخره. الغرب نجحوا وأحنا العرب لم ننجح، فهل سننجح؟ الثورات العربية ستنجح مع حاجتين: العدالة الاجتماعية والعدالة بين كل العرب. شطر نصف العرب هم نساء، نصف العرب. هل من الممكن في 2011 و2012 إن إلى حد اليوم نميز بين نصف العرب والنصف الآخر؟ أنا عندي الحل يعني سهل. كلنا شعب، كلنا عرب، وكلنا لنا نفس الحقوق. لا، أنا يعني عندي توجس يا مشعل. الكلام يعني على ضوء الواقع، أن من ظهر في الصورة ومن وصل إلى سدة الحكم تيارات إسلامية، بالتالي انعكاس هذا على حقوق المرأة. وعندك في بين التيارين في تيارين، في تيار سلفي، وهذا تيار يعني يقدم ما يسمى بمفهوم القوامة على مفهوم الولاية، بمعنى أنه ينظر إلى أن المرأة باعتبارها عورة تبغي يجب أن نسترها،
ومن ثم يجب أن تبقى في البيت مكانها بعيد عن المجتمع درءا للفتن والمفاسد. ودورها فقط مقتصر على الإنجاب، على الأمومة، وأقصى ما يسمح لها أنها تشترك في العمل الخيري، جمعية خيرية. وهناك موقف تيار إسلامي آخر، وهو تيار الإخوان المسلمين، الذي يعني هو مبدئيا يناصر حقوق المرأة، بالرغم أن هناك تمثيل ضعيف للنساء داخل تيار الإخوان المسلمين. مجلس شورى الإخوان لا يوجد به امرأة، لكن هذا التيار لما يعني يقول أن للمرأة حق المشاركة في العامة، لكن مسألة الولاية العامة أي أن تكون رئيسا لا يسمح للمرأة بها، ولكن دائما يضع هذا الحق في إطار أن يجب أن يكون دورها ضمن الأسرة، أن هناك دور أهم لها ضمن الأسرة. وكان لدينا على تويتر بالأمس حديث أو دبيت حول موضوع عمل المرأة ما بين تيارات سلفية وتيارات إخوان مسلمين وتيارات ليبرالية. وبالتالي هذه الحقوق يعني النموذج غربي، يعني أنا ضد النموذج الكنسي، بمعنى ما أن تكون هناك هيمنة دينية، أن يكون هناك دستور يعطي الجميع حقوق. نحن نتكلم عن وطن عربي فيه أيضا غير مسلمين، وبالتالي لا يمكن أنك تحط شريعة تحكم غير مسلمين تغمطهم حقوقهم. بس دكتورة عفوا، يعني أنا لابد أن أقاطعك وأسألك، يعني في حال نتحدث دوما عن عدم وجود يسار، عدم وجود ليبراليين، عدم وجود بديل آخر، فقط فلول أنظمة سابقة، في ظل قوة وتنظيم الأنظمة الإسلامية وقوة ووضوح النظام الغربي في تحديد علاقته مع المرأة، هل تعتقدين أن الشعوب العربية بين مطرقة وسندان؟ الشعوب العربية المشكلة أو المرأة العربية بالأحرى؟ لا، يعني هي أيضا مش الإشكالية، أنا يعني سابقا أقول أن هي ليست المشكلة في القوانين. قد نضع دساتير، عندنا دساتير من أجمل ما يكون، وعندنا قوانين أحيانا أجمل ما يكون، المشكلة في التطبيق. أنت تضع يعني قانون مثلا الأحوال الشخصية، بس هناك مرجعية، يعني الجميع يبحث عن مرجعية، مرجعية قيمك في النهاية هي مرجعية غربية أو مرجعية إسلامية أو مرجعية ناصرية وإلخ، مرجعية حقوقية. أستاذ سمية، شو رأيك؟ الإنسان هو إنسان أينما كان، في هنا أو في الغرب أو في أكثر المناطق تخلفاً، هو إنسان، وحقوقه كما يعني تفضلت السيدات يعني هي حقوق إنسان، ولكن في الطريق للوصول لهذه الحقوق بالشكل يعني لا يوجد حتى الآن أصلاً، حتى في الغرب تتغير هذه النصوص الحقوقية ولا تزال تتطور. لا يوجد حتى الآن يعني شيء نستطيع أن نقول أنه عنه هذا القانون المثالي، وإنما يوجد القانون الأكثر تطوراً أو الذي وصل إليه بعد يعني النضال، يعني الأكثر أهمية. ما أريد أن أقول، ما أريد أن لا، هناك ضير ولا يمكن أن ينجح، يعني ما الضير أن نأخذ النموذج الغربي، النموذج الغربي بصفته أكثر النماذج الغربية تطوراً ونغيره حسب ظروفنا الثقافية. أولاً لن يحصل هذا من الآخر، كما تفضلت الأخت، يعني الآن في تيار عبر الديمقراطية، أنت بالنهاية ما رح تفرضه، مين اللي بده يجي يفرضه؟ ألا هل تدعي بأن هنالك كتلة أكثر تقدماً وتحضراً وهي يعني الأفهم من هذا المجتمع والأذكى، والآن ستأدي وتسقط هذا القانون؟ لن يقبل أحد. نحن نبحث عن الديمقراطية، ومن خلال الديمقراطية سوف نقود نضالنا لحقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق الطفل وحقوق جميع الشرائح المستضعفة.